صباح الخير، صباح الود، صباح المحبه اعزائي المشاهدين. اعزائي ارحب بكم بالترحيب مع فقره جديده من فقرات مطبخ في برنامج صباح الخير العراق. اعزائي طبقنا هذا اليوم راح يكون باذنجان المتبل اللي راح نعده او المدمس اللي راح نعده بشكل مبسط وسريع وسهل ايضا. مكوناتنا الاساسيه لطبقنا هذا اليوم راح تكون هي الباذنجان، طبعا كشيء اساسي احنا عاديه اشكال حلقات خفيفه ومقلي ومقرمش ايضا في نفس الوقت. راح نحتاج الى ملعقتين ثلاثه لبن، نحتاج الى كوب صغير من الراشي، ونحتاج ايضا الى بقدونس باقه صغيره مفرومه، وايضا ثلاثه فص من الثوم، وايضا قطعه من الطماطم. الليمون احنا ممكن نضيف عصير ليمون، ممكن نضيفه حسب نسبه الحامض الموجوده عندنا هنا باللبن، واللي قد تكون متدله وقد تكون عاليه وقد تكون منخفضه. كانت منخفضه ممكن نضيف كميه بسيطه من اللبن. اعزائي ننتقل لمرحله الاعداد والتحضير. اعزائي مثل ما تشاهدون بديت اقطع بالخضروات. البقدونس فرم ناعم جدا، ضروري فرمنا قبل الثوم ووضعناه في اناء. نحتاج فقط انه نبدا الان عمليه الخلط للصلصه. يعني عندي هنا الاناء وراح ابدي اوضع المواد بداخله حتى نبدا عليه عمليه الخلط، حتى نعد الصلصه الخاصه بالتدميس او التتبيل الخاص بالباذنجان. هذه كمية لبن تحدثنا عنها بالبداية، وأيضا عندي هذه كمية الراشي نحتاج أنه احنا ننزلها كل الكمية. بسم الله ما شاء الله. أيضا عندي نبدأ عملية خلط سريعة الراشي مع اللبن. نبدأ نضيف كميات بسيطة من الماء. إذا كنت عندكم بهالشكل هذا جهزون ماء بجانبكم، ماء يفضل يكون بارد، وتبدون تضيفوه بشكل تدريجي. نحتاج إلى عناية شوية أثناء الإعداد. إحنا مثل ما تحدثنا قلنا هذا المطبخ الشامي في بداية الحلقة، وهو طبق مميز جدا، وأيضا يعني ممكن انه يكون عندك وجبه عشاء كامله، وايضا كوجبه خفيفه ممكن نقدمها في وقت العصر مع قطع توست او قطع من الخبز المحمص. نبدا نضيف كميه اخرى بسيطه جدا من الماء حتى تكفي هذه الكميه لانهاء الصلصه وتجهيز الصلصه بشكل تام. نبدا نحرك مره ثانيه. تحريك الجبن يكون يعني بكل الاتجاهات حتى نحاول نمزج الصلصه باسرع ما يكون. انا الصلصه شبه جاهزه. نحتاج هنا انه احنا نضيف الثوم. طبعا الثوم هذا فرمناه فرم ناعم، ثلاث حبات او ثلاث فصوص صغيره او ممكن فص واحد حسب رغبتنا احنا. بهالشكل. وايضا عندي البقدونس ممكن نبدا ناخذه بهالشكل البسيط. نحاول انه يعني نعطي كميات معتدلة من المواد. البقدونس اللي راح يضيف لنا لهذه الطبخة انه ينطي لي طعم مميز. نحاول بقدر المستطاع انه نكسر رائحة الثوم اللي قد البعض ما يرغب بها. نبدا نضيف الباذنجان الان. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيفه في كل الجوانب. طبعا بعد ما يخلط بالخلاط لانه راح ينهرس، نحاول قدر المستطاع انه نتخلص من الخلاط ونبدي ناخذ ملعقة نحرك بها الباذنجان. راح اضيف رشة خفيفة الان من الملح الى الطبقة حتى نعدل بها الطعم، وخلاص نرجع نحرك مرة ثانية تحريكة اخيرة. خليني ابدي الان اسكب الطبق حتى بعدها نبدي عليه عملية التزيين. مثل ما تشاهدون بدينا عملية صب سريعة للطبق. دائما مثل ما قلت نعتمد اساس انه نتعامل ب جمالية اثناء عملية السكب. نحاول قدر المستطاع انه يعني طبقنا يبقى كل اطرافه نظيفة، فقط المكان اللي نسكب داخله، وايضا نفس الوقت يعني نعتمد نوع من الرقة بالتزيين والسكب ايضا في نفس الوقت. بالتزيين والسكب. احنا ممكن اذا كنا يعني مخلين الصلصة تكون اسمك من هيك او اسمك بقليل، كان ممكن انه احنا نكبسها حتى في اناء كبس
ونجهز بداخلها يعني كبسه كبس ونقلبها وتكون عندي عباره عن قالب. ممكن احنا بهالشكل هذا المميز تكون جميله جدا، انه الطماطم وال الليمون اذا ضفناها معها حتى نبدي نزين بها او نستخدمها للتزيين. عندي هنا قطعه الطماطم ممكن نقطعها بهالترتيب، انا حتى لو كانت عندي بهالشكل البسيط اللي نازل بالصلصه تاخذ جزء من الصلصه ونشتغل عليها. ايضا نفس الوقت عندي الليمون ممكن نبدي نشتغل عليه ايضا شغل ثاني. الطريقه البسيطه ممكن ايضا نستعين بعود بقدونس لتكمله التزيين. اي عود بقدونس حتى نكسر به الحاجز لتكمله التزيين. هذا الترتيب الجميل. اعزائي بهالشكل طبقنا الان اصبح جاهز. اسمحوا لي انا اودعكم على ما اللقاء بكم غدا ان شاء الله مع طبق اخر، واقول لكم في مالك.